الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ومن الإبل جيل حق سنة إلهي وعك أمام ذيك أبور اثنين لو هو معي وقرب يهشيوي فتجي يهشي. ومن البقر لود حق يدن الله وحو كابور اثنين لب ودبي يو سعيوي كل كسديدي ويدنجي. قل له نبي محمد حدبا الذكرين لبض اللب او رتقي يو دبي ميو الهي حرم حارنتي عمل انثيين مسلبض الددك او هشي يو سعي ميو حارنتي ام امس ما شيب حارنتي اشتملت اي كل مشتي عليه كركيسة أرحام الأنثيين لبدي الدجاج هشي إيو سعي فهم كود وحي كل مستان أم بحلا بعدين أم بحلا بعدين أم هاد هاد الدجاجون كاسو إلهي حارن تيميا كي حارن سدي هر أكلوي مر كده ذي قرب عن وحارة كتجا مع علشان ولا بيهيميا مر كده ذي هشان وحارة علشان ودك تهيميا مر كده ذي وحن وحارة علشان قرب صامري على البصامري ميا تهدي سدات هاي هل شيء وحي لبايا إذن هل شيء إن لي روا حارن ما وحي لبا إذن بوا حارن هل شيء كلي وحي ددقا إن حارن لي روا ما وحي ددق بوا حارن وحي على الصامر أو إذن هدي تاينا وحل وحي على الصامر وهو حارن ما كان على الصامر درت إن لو حرم كل كباس ذي بلي ما هو إلهي صابت كو حارن تيسن محيطة أم أمس كنتم واحد هيدين شهداء كوكم رقة إذ وقتي أو حاضرين إذ وقتي وصاكم الله إلهي أو إذن دردارمي بهذا شيء قال حارن شيء قال حارن تيسين محرم كأ مركو إذن دردارمي مش الحاضرين كأ إذا إلا يبو حيل حق إلهي بنوقيم وردو حق إلهي إذن كيمت نبياش إلهي صادر سيدي مو أقول ذي أو إلهي بشر مصادرات هذه إلهي إذن كهدبه هدان نبياش أو إلهي صادر سيدي أو وحي كيني أنا أدقيم هدبا إنه إلهي حارنتي محدك أوقاتي ممرك إلهي إذن فريبا جوكتين وإذن كدقين لكم مغلايمية إلا النبياشي مو أقول ذين نبياشي وحكما قارتا كل كمرك أذين إلهي وحارنتي ما يدقوا إذن دردار مواد مغليسين مية ميسا جوكتين حقتك أوقاتي إنه إلهي حارنتي يعني هدي إنت أي حارنتيان وإي أرون لهايان أنا حارنتيني كليا سبي أهان لي إلهي بحارنتي وحق إلهي iyay noqoto timid bayraada kulku waxa lay warsaday xaq ilaahay idin kaga timid nabiyaashi soo dirsay ilaahay ma ogolidin meed maqliisin way am ama sukuntum waahad ee shuhadaaku waxa hadirin ah oo meesha joogo ka marag ah id waqtigi wasaakumullaah ilaahay oo dardaarmay idin dardaarmay bihaada kan kadeel xaaranta idin dardaarmay meesha hadirin heelo idin ka marag heelo dhageyna ka maqlaymiya ilaa nabi ma ogolidin ma ogolidin faman kuma adlamu dulmi badan ممن قفك دلمي بدن افترى عبورتي على الله إلهي كركيسة كذبا بينك عبورتي او وحون إلهي حارنتين يروى إلهي بحارنتي او ليضل إنو لم يدرتد الناس ددكي إنو لم يدرتد وقبين عبورني بغير علم اغانش لأن لمن أيو إن الله إلهي لا يهدي مهنوني القوم الظالمين قومك ظالمين تأه مهنوني كل كحوله نواصدة وحان أدحارنتين سحقتك كنتين وي إلهي بابي دين سيئي قل له نبي محمد لا أجد أنه هلي مايو فيما شيء لحدي كهلي مايو ووحي اللي وحيودي إلي أنك انتكاء اللي إيسا وحيودي محرما كل حارنتي كمه إلي على طاعم كو حقوط لغ حارنتي طاعم كاسو يطعم قوضن أيه هو شيء غس قوضن أيه لغ حارنتي مه إليه إلا أن يكون إنه أهذا ما هي كوبا شيغة الحارنتي ميتة ميت إنه أهذا ما هي كو أو دما ديغا من أهذا ما هو ديغ أو مصفوحا لذاذيو قل قل أيو وديغ حيث داها كسعضوي ديغا سوي لكن ديغ كلام قل قل هينين أو حرككسن سذا بارك إيو باريارت إيو إيو ديغ هيلب كوهر هاري هيلب كا ديغ كوهر هاري ماركيسا كاس أكل مصفوح معها لكن ديج حدث كقدر يرى يقبل لقله ديج سويك اللي حارنتي
أو دما مسفوحا أم ديك الشبي معه أو أمس لحم خنزير خنزير هلب كيسة معه فإنه خنزير كهلب كيسة رجس قرنوي أو أمس فسقا فسق معه فسق واسو هلا لقورعي لو قر لو قاري لغير الله إله غير كده قر لو قاري به فسق قبه أفرتاس أم أنا وحي لإيسو وحيوري وفو حقوطة وحل لقى حارنتي أنا وحي لإيسو وحيوري كما هلا إلا أفرتاس معي أفرتاس أم أنك هلا وحانك لحقيتك كنتين وي أنا وليمسو وحيونين بلوب هذا أفرتاس نفسه فمن قفك أطرر الله لباتك لي غير باغن حالي أسوك أوه مارس قردرون يغيركي نينك الله لباتك سنو بستي يو كحوقي مثلا ولا عادن ku had gudbay qeyrki isagoo ah intii kulka nafta oo ku cilinay maahe oo kulka loo baahnaa ma inta kala qosun qaadanayni ninkaasi fa inna allaha ilahi ghafur fa inna rabbaka rabbigaaga nabi maxamedu ghafur ku dhaafid badan wey raxiiman oo naxariisto hatta kan saas u loo dhibaato galiyo waaba loo ogol yahay afarta naftooda wa ala alladheena haadu harramna markii oo nabigeena yiri afarta maahe wax kale anagu la xaranteeyay wixii li isoo waxyooda ka heli maayo يهود ميشا نبيك قبصتي وحال وحان أفرتا أهي أول الحارنتي إلهي نقا حارنتي أول نبي أشي كاهر ريض الب إلهي كحارنتي أجري حقيد جي سبيرا أفرتا وحانا أهي أول الحارنتي أنا نهرين لغا حارنتي نبي أشي نقا هرين لغا حارنتي أول نبي إبراهيم كأشيقين يشد إيو لغا حارنتي بجري وأفرتا أهي محاد سأولي رحي بيرا قولك إلهي باك جوابه وعلى الذين كوي هادوا يهودوا حرمنا وحان حارنتين كركود كحارنتين وعلى الذين هادوا كوي يهودوا كركود حرمنا وحان كحارنتين كل ذي ظفر وحل وحي عدله وحان كحارنتين يهودي كغارتاي نبي ابراهيم مقبن نبي نوح مقبن نبي ياشي مقبن وشي كغار ابي اهاين كوي يهود حارنتاسي سبب لو غار يلينا اي كلي غو لو خارنتي او خلايقدي كهوريسي ام اي ولا جوغتي اما كدنبي ان لو خارنتينا ايدا نو شيغ دونتا وا شي لا خارنتي ادينكو ادينكو غار ابالي ما اها شي نبياشي هور لا خارنتي سيدكو اشيغيتا شي نبي ابراهيم لا خارنتي شي نبي نوح يدكي ساسو كان لو خارنتي ما اهي وا شي ادينكو كلي جين لي ادينكو خارنتي اوها سبب لي ادينكو خارنتين ايدا شيغ دونتا وعلى الذين كبي كركود حر يهادو يهودو بي حرمنا وحار حارنتين كركود كحارنتين كل ذي ظفر وحل وحي عدله وحوي جيل إيو قريض إيو وحي ساس أقلع وحل وحي عدله يا لغا حارنتي حولها يوحى عن قلنا أركيسان وحوي قار وحي ليهين حب اسكو جوغو وانت احنا كده لعتنا وفرسك إيو دميراه إيو بقش إيوه حل قبو اسكو جوغي لي كاسي وحا لراد حافر صد الله بنيه قارن وحي ليهن لقتو ذا لابو اسكو دبولن بي ليهن وصد قبكو أكل لحره كجاحن جي لكن اسكو دبولن جي لحره كجاحن جي لكن اسكو دبولن جي وصد الله ذا إيوه عريق إيوه إيوه إيلا ذا إيوه وحيالها صويد الوي بعيد كئيب ساس أو كليلي وحوي وقب لحظة كجاحن كاسن وح الله يقان سذا بل ذلفي ذلفي بل يقان في عربي ظفر وحوي ووحي فرعان أصوب مقدوع الدلوي جيل فيري ساس أو كلوي لبوا لي هاي فرعان بأصوب مقدوع عدي لي قريد ساس أو كلوي kolku waxa soo galay kulladii dufurim iga laga xaarantay geeli gabigeedii waa ka xaaran gorayadii gabigeedii waa ka xaaran wixii ayay ka soo galay waxa kamid ah baashana oo wasad ay yiraahdaan anigu ma haysana laakiin meelaha kala adduunku waa laga haystaa taas oo kala kamid ah wixii cidila gabigeedii waa laga xaarantay koow wa minal baqari looda xageedana iyo wal qanam iyo ariga xaqi ila cidima lahayd فرع الدله كما تعلم قب دحره كجي خمبي لي او دل في ليرا ومن البقر اللود حقه اي والغنم اريغ حقي سنه حرمنا وحان كحارنتين عليهم كركودي
shuxuumahumaa xaydhooda waxaa la yidhi arigi iyo lo'dana hilibka cuna wax kasta ka cuno laakiin xaydha ka fogaada la yidhi xaydhu waxa weyaan hilibka cad wey dul saaran xaydhoodaan ka xaarantayn ilaa maa shay maahe xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa lo'daasi arigaas dhabaryaalkood ay xambaareen yacni xaydha dhabar ka saaran idinka xaaraan maaha sararta iyo feeraha iyo xaydha ku abuuran taas kuma jirto ma aha xaydha laidinka xaarantay awil xawaayaa ama maahe xawaayada waxaa la yidhaahdaa caloosha mandhexerada ku jiro waa kala nooc nooc xawaayada waxaa la yidhaahdaa mandhexerada u dambeeya ee markay cuntada uus iska bedesho oo caloosha ka soo baxdo oo masaariinta ay soo gasho waxay socoto marka dambe saalay isu bedelaysaa saale ingegan isu bedelaysaa saaladaas mandhexerada ay soo galaa kolkii saale ay noqotaa mandhexeradaas ay soo galaa waa markay rabto saalada inay baxdo wey saaladaas mandhexerada ay soo galaa mandhexerada ay soo galaa waa taqaaniin marka xoolaha la qalo mandhexero waxaa jirta saale ay ka buuxdo oo inta lasoo qaado sidaa loogu dareeriyo laga bixiyaa jira laga bixiyaa jira kuwaas baa xawaayaa la yidhaahdaa waa kuwa u xiga meesha yacni saxarada ka soo baxda kuwa u xiga wey waa saaladaa ku jirta kuwaasaa xawaayaa la yidhaahdaa mandhexerada caynkaas oo kale ah wixii ay sidaanuu baruur ana laidinkama xaarantayn baa la yidhi baruurta ku nabad ow maa shay maahe ikhtalaqaa dheehmay bicadmin laf ku dheehmay baruurta laf ku dheehanna laidinkama xaarantaynin oo waa maxay iyadana waa sida barida oo kale barida laf yar baa ku dhex jirta aada ogsoontihiin oo jiljilicsan way ku dheehan tahay xaaraan idinkama aha waxa kale idinka xaaraan ahayn dhuuxa lafba ku dheehan yahay kolka wixii baruur ahoo saddexdaa laga soo reebay oo lo iyo ari ah waa idinka xaaraan baruurta dhabarka iyo feeraha ka saaran xaaraan idinkama ah baruurta mandhexeradaas ceenkaasoo xawaayada la yidhaahda saaran xaaraan idinkama ah baruurta laf ku dheehan sida barida oo kale ama dhuuxa ku jira oo kale xaaraan idinkama ah baruurta saddexdaa aanan ahayne baruur kale idanka xaaranleh saddexdaa haddii la yidha waa idinka xaaran maaha baruurta soo hadhi waa maha waa tan caloosha saarsaaran waa tan keliyaha saarsaaran waa tan mandhexerada kale saarsaarin wey taas baa laidinka xaaranteeyey wey waxa weeye nimankaana haddaad fiirisid waxaad odhanaysaa maxaa sidaas nimanka looga xaaranteyn waxaas kalifaadaas oo idil maxaa keenay balse bal fiiri meesha lala aada baruurtii baa idinka xaaranay guud ahaan lama oranay waxaad yidhi tan ceenkaas oo kale ah taas ceenkaas oo kale ah maxaasaa loo ogolaya nimanka waa la kari waayey wax kastoo ilaahay ku kalifay kasoo horjeedaan wax kastay ka hor yimaadaan wax wax maqlaya ma ah maadaam waxba aanan maqlayn waxba aan qaadanaynin waa lagu sii adkeeyey si ay cidhiiri u galaan waa lagu sii adkeeyey kulliba hamay fulinaya soo midin baabayaan waa lagu sii adkeeyey sida daraadi basaa looga galay kolka geeli arig geeli iyo wixii kale gorayadu geligeed waa ka wada xaaraan lo-da iyo arig miya hilibka iyo waxaas waa iyo maqaarka iyo waxaas waa u xalaal laakiin xaydha oo saddexda aanan ahayn baa laga xaarantay xaydha oo saddexda aan soo rabin aanan ahayn xaramnaa calayhim shuxuumahumaa lo-da iyo geela xaydhoodii ayaan ka xaarantaynay ilaa maa shay maahe xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa dhabaryaalkooda lo-dii geel dhabaryaalkooda ay xambaareen oo xayr ah waa tan feeraha iyo sararaha ay saaran wey taasi waa u xalaal awil xawaayaa ama mandhexerada ceenkaas ah mandhexeradaasi gaar ahaan xawaayo loo yidhaahda meesha khilaafaad baa ku jira halhalba idinka soo qabanaya awil xawaayaa ama mandhexeradaas xaydha saaran maahe waa mandhexerada saaran ama mandhexerada kale saaran waa idin xalaal ow maa shay maahe ikhtalaqaa dheehmay bicadmin laf ku dheehmay baruurta laf ku dheehanna laidinkama xaarantaynin oo waa maxay iyadana waa sida barida oo kale intaas iminka aan sheegnayna intii kale waa idinka xaaran daalika kaa la xaaranteeyeyna
oo ka haaranta haaranta aan ka haarantayna jazaynaahum waan ku abaalmarinay bigbibaqyiin bibsaabi baqyiin gardarow sababtiyaan ugu abaalmarinay iyagaa gardara xumaan badan bay sameeyeen magaalo fara badan oo xumaan ay sameeyeen oo suuratu nisaa aan ku soo marnay sidaa daraaddeed ayaan iyaga ugu haarantayna ugu abaalmarinay kolka la oran maayo aan maxaanay maxamedow maxaad u leedahay ilaahay wuxuu ii soo waxyooday afartaamahay wax kale kuma jiraan maxaad u leedahay wixii hore ee nebiyaashii hore loo soo waxyooday oo yahuuddii laga xaarantayey ayaa jira oo geeli kamid yahay waa sidee kolkaasu ilaahay leeyahay ilaahay kuwaasa ma xaarantaynin yahuuddaa gardarro badna samaysayo ay kuligoodbi ku gaar ahayd halqee kale lama qabin kolku yahuuddu kuma nebigeenna kuma duri karto maxaa yeelay waxaan waa waxii ku gaar ahayn inaguna waxaan hadalaynaa wax bani aadamka idil caam ku yahay oo ilaahay jibeeyo xaarantayey wa innaa anagu ilaahay baa hadlay subxaana watacaala la saadiquuna kuu run sheegayaanu nahay sida aan sheegni baa dhab ay tahay iyagii xaaranta ku goona tahay fa in kadabuuka haddii ay ku beeniyaan nebi maxamedow oo sidaa kugu soo raaci waayaan sida aad sheegaysa ay kugu soo raaci waayaan oo jeebkooda wax ka xaaranteeyaan oo jeebkooda wax ka xalaalayaan faqul dheh rabbukum rabbigiina duu raxmatin waasicatin raxmad waasica si u saaxiibay weyn idinka oo nebiga ilaahay wuxuu usoo waxyoodi ku beeninayo oo ilaahay waxooga ka beeninayo oo jeebkiina wax ka jidaysanayo oo sidaas oo kale ah oo haddana iska daaqayo oo iska fiican oo iska nool sidaas aatiyiin waxaa laga heli karaa rabbigeena naxariis ballaaran oo saaxiib ah maahay haddii qof kale yahay waa horu idin baabi'in laha waxa weeye ilaahay baa saas wax u jigay u cadeeyey islamarkaasayna hagaagsaneen wax iigu iska xaaranteeyeen wax iigu iska xalaasadeen bay wataan islamarkaasi hadda nabadgeli ku nooliye kolku waxaad leedahay taas lagama hela anigu laygama heleen buu leeyahay nabiga qof kalen lagama heleen laakiin rabbigeena naxariis ballaaran oo saaxiib ah saas baad ku hesheen wey cuquubada idiinma soo dadejinayo si buu idinka yahay fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul leh rabbukum rabbigiina duu raxmatin waasicatin naxariis ballaaran kuu saaxiib ah wey sidaa daraaddeed iyaad inu ku joogjoogtaan wey walaa yuraddu lama celiyo ba'suhu ilaahay baaskiisi ani qoomi lmujrimiina qoomka mujrimiinta in laga celin maayo taasina waa laidin sheegaya marka isaga baas la damcana wax ka celin karaa ma jiro oo waa laidin waa ba'si baa idin sugaya wey ba'siga markuu yimaado iminka naxariis ballaaran buu ilaahay idinku daynayaa laakiin markuu ba'sigiisu yimaado la idinka abaalmarinayaa wax ba'sigaa celin karoo idinka joojin karaa ma jiro fa yaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwii ashrakuu ilaahay u shariik yeelay waxay odhan doonaan low shaa allaahu ilaahay haddii oo doonayo maa ashraknaa maanu shariik yeelnay walaa aabaa'unaa aabiyaalkaygana may shariik yeeleen walaa xaramnaa maanu xaarantaynan min shayin shayna maanu xaarantaynan waxay ku leeyihin saddexdaa waxyaalood le ilaahay mashiicidiisa ku dhacay inaa anugu aan ilaahay u shariik yeelno ilaahay mashiicidiisa ku dhacay aabiyaalkayga in ilaahay u shariik yeelaan ilaahay mashiicidiisa ku dhacay inaa anugu wax xaarantayno ilaahay waxaa noo xalaaliya aan xaarantaynan ilaahay mashiicidiisa ku dhacay saddexdaba ilaahay baa doonay de wax ilaahay doono ilaahay waa tirnaaxa nagu qabsanaysaa bal inuu cudurdaar baan leenaha soo adiga le maaha nabi maxamedow waxaan ilaahay doonin ma dhacaan adduunka so adigu samihii saas saas baa noo sheegtay de haddaba waxaan anugu aan samaynayna ilaahay inuuna doonin miya waxaan ilaahay doonin ma dhaca maadaama waxaan ilaahay doonin aan dhacaynin waxaan ilaahay doonin kullib aan dhacaynin de waxaan ilaahay baa doonay kolka inaga macduuriin baa nahay bay leeyi shirkigan aan samaynay ama aabiyaalkay ay sameeyeen iyo waxyaalaan aa xaarantayn kolku waxay kulin xujadaasaanu haysana kolka u jawaabada jawaabsi kadaalika sidaas oo kala iyay kadaba u beeniyeen alladiina kuwii min qablihim mushrikiintan ku horreeyey sidaasay u beeniyeen oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimid inay ka hor yimaadaan ilaahay ha u shareef yeelina dhihi waxuuna xaarantaynina dhihi wixii way ka hor yimaadeenoo waxay uga hor yimaadeen ilaahay u shirigeeni la liro way beeniyeenoo way u shirig yeeleen waxaan ilaahay xaarantaynin liro way xaaranteeyeen oo way beeniyeen kolka sida kuwan ay u beeninayaan iyo kuwii horeba ay u beeniyeen
oo kalkaasay ku marmarsiyoodeen ilaahay mashiicadaysa. Hadalkan sidaan oo kale ah kuwii horaa kaas oo kale ahaan jiray. Xataa intii daaquu ay dhadhamiyeen, ba'sanaa baaskayga ay dhadhamiyeen. Waxa weeye inay yidhaahdaan ilaahay baa waxaan doonay, iyaga ulajeedada ay tahay wixii ilaahay soo waxyooday inay ka hortagaan oo shirkigii ah iyo taxliilkii inay ka hortagaan, iyaga ulajeedada ay tahay ilaahay baa sidaan doonay ay yidhaahdaan. Waxa weeye kuwii horaa kaga horreeyey, xataa daaquu ba'sanaa ilaa anta ba'siga ila dhanseen oo la halaabay. Haddaba u jawaabo waxaa tiraha hortaas waa jidkii horey lagu halaagsanayay bay ahaayeen. Tan kale waxaa la yidhi, qul dheh nabi maxamed, hal cindakum agtiina ma ahaado min cilmin cilmi agtiina ma yaalabaadi. Waxa weeye adigu mashiicada ilaahay wax kuma qabsan karta. Ilaahay wuxuu doono wuu sameeyaa, sax wey. Wuxuu isaga doono maay wax kale miir gala, taasina sax wey. Laakiin adigu intaad gacmaha laabatid mashiicada ilaahay kuma xisaabtami karta, foormo oran karta, maadaama ilaahay wuxuu doonay wax kaleba aan dhacayn. Anigu waan fara laabana, waxaan doonaa maamarkiisa wixii anigu aan ku dhaqaaqo oo wax ilaahay igu dhaqaajiyey ma oran karta. Mashiicada ilaahay wax kuma qabsan karta. Waxaad wax ku qabsan kartaa wixii lagu sheegay ee lagu yiri waxaan ka joog, waxaan samay lagu sheegay. Marka sidaa lagugu sheego, adigu naftaada ma iska garanaysaa wixii ku joog liira inaad ku joogi karto, wixii ha samaynin liirina inaana samaynin, wixii samay lagu yirina inaad samayn kartid, inaad ikhtiyaarka leedahay naftaada ma ku garan kartaa naftaada. Iminka masalan waxaa lagu yiri sheygaana cun, sheygaana cun yaa lagu yiri, adigu dib isugu noqo. Sheyga ha cun lagu yiri, inaanad cunin ikhtiyaar ma u leedahay, mas-uuma lihid. Waad arkaysaa inaad ikhtiyaar u leedahay. Shaygii lagu yiri cunna, inaad cuntid inaan cunin ikhtiyaar ma u leedahay, waad u leedahay. Maadaam adigu ikhtiyaar aad u leedahay, kaasa lagugula xisaabtamayo. Mashiicada ilaahay wax kuma qabsan karta, waa wax kaa maqan. Ilaahay baa sidaa doonay wax kuma qabsan kartid. Naftaada sida aad ka garanaysid yaa lagugula xisaabtamaya. Adigu maanta waad fadhidaa, duhur baa la joogaa, inaad kacayday tukutid waad heli kartaa, waad ka garan naftaada wax kaa horjooga ma jirto. Inaana tukunina waad heli kartaa, khiyaar baad leedahay. Kolku maadaam sidaa naftaada aad ka garanaysid, haddii aad tidhaahdo anigu waan iska fadhinaya tukun maayo ilaahay baa doonay, lagaa yeeli maa, yaa kugu kasbinaya, ikhtiyaartu ma lihid. Midkaa doorato ilaahay kuu raaca adag, doorashada adaale ilaahay doorasho ku sii. Kolku ilaahay wuxuu doono waa wax kaa maqan, cilmi kaa maqume kuma xisaabtami kartid. Waxaad ku xisaabtamaysaa waxaa naftaada aad ka garanaysid, oo inaad wixii lagu faray samayn kartid ikhtiyaar aad u leedahay, inaanad ikhtiyaar oo samayn karta ama la samayn kara ikhtiyaarkaas, kaasa lagugula xisaabtamayo. Mashiicada ilaahay waa wax kaa maqan, taasi shaqadaada maaha. Markuu lagu leeyahay ilaahay isagaa wuxuu rabo sameeyo, waxaan ilaahay samaynin mase miir gaal, markuu lagu leeyahay ilaahay isagaa iska waramayo, tilmaamihiisoo sheegaya, adigu taa kuma xisaabtami karta, waa wax kaa maqan. Adigu wixii lagu faray ikhtiyaar aad u leedahay ka fiirso wey. Kolku cilmi ma u leedahay ilaahay haddaad leedahay, saasoo u doonay inuu doonay in kale cilmiga laaibka ama shaqa ku leedahay adu cilmi ma ka hayso halkaas. Ilaahay yani mashiicadaas kuma xisaabtami kartid wey. Qul hal cindakum idinku agtiina ma ahaaday min cilmi idin sugnaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu sidaas ma arkaysaa ma hayso kala inuu idinku yiri anigu waxaan doonay ayo wax kasta anaa samayna idinku waxba laidin weydiin maayo, cilmi ku saabsan miyaad haysaan wey. Meeshan way adag tahay, laakiin waxay u baahan intaasa ku daynayna oo fatuhrijuhu aad soo bixisaan ku cilmigaasi lana anaga aad noo soo bixisaan oo xag ilaahay ku yimid. In antum idinku ma tihidiin ilaa takhrusuuna kuwa gamaraya maayo, waxba iska qiyaasaysaan. In tattabicuuna idinku ma raacaysaan ilaa dhanna mala maaha. Wa in antum idinku ma tihidiin ilaa takhrusuuna kuwa gamaraya maayo, sidaasuu ilaahay doonay. Ilaahay doonistiisa waa sada, maadaa ilaahay doonistiisa la socda. Maxaad ka ogtaa wixii naftaada khusay ka shaqay, meel naftaada wixii naftaada ka badan meelaad gaari karayni, yacni ha isku muujinin. Qul dheh nabi maxamedi, falillaahi ilaahay ba u sugnaatay, alxujatu xujadii albaaliqatu ee xeel dheereed. Ilaahay xujo xeel dheer isagaa idinku leh,
لكن حجتي كم الهدي حج حال دار أو صحة أو ميل لغا مرا أنجرين إسغا إذن كولا إسغا له لكن إذن إلي حجكم الهدي معايا الواحد كو عجيك لغا معلي كرتا ما بقاري كرتا كلك أرنت واسداتي إلا إسغا حجي إذن كولا مويان وحن كده قنا يا مشيئة إلهي بن كو حجي تميا وحجي إلهي يقول لغا مجد فلو شاء هدي أو دونه لهداكم وإذن هنون الله أجمعين الدمانكم فتواجر تابي بله هذي أدون لما أنتين وإذهان ونكر ومدق الله أنا وح شركة سمائية أم وحارنتين إذنان لإذن كالي إلهي واسمين كراتات لكن مشيء إذيس إلهي ذاك كل محسابكم وعقل حسابكم وحي كم وقضة إلهي مشيء إذيس من البيت الله أدو اختيار كاغ سلو يهيب الغور راعية قل له النبي محمد هلما لأي ماذا شهداءكم كوين كمرقعة الذين كوين تشهدون مرقعي أن الله إلهي حرم إنه حارنتي هذا شيء رقع الحارنتين يساه إلى إنه حارنتي قوة كم مركع على إمارة فإن شهدي هذي مركعه إيه رهدان أنت قوة سوت هذان إيه رهدان أنا كم مركع إنه إلى حارنتي إلى بين سمين كرا فلا تشهد همركعه معهم يقوم أول همركعه إلى مركع الميل مرة عصنا ما يقع إلى إلهي ما يقع عرقي ما يقع حاضرين لأهايا ما يقع ولا تتبع الراعي هو الذين كذبوا بآياتنا كو آيدها يجبيني وجيب قد وحكا حارنتي وحكا جبيني كو آسي نفر بحج أسي الراعي والذين كوها الراعي لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة آخر رميسنين وهم إيوه يعدلون لسمه بربهم رب غوره غير كي لسمه أشريك ويال كو سد حدات المعمود لها الراعي آيدها يجبيني آخرًا إن جثة مر ميتنا وكم تلقى سنة كقاس إلهي غير كل سنون شريك أويلا أو إله كلا أويلا كوع عينك سأخلع نفسي ربع جعشه الرائع قل ده النبي محمد تعالوا كالي هداتين مشركين يقول كلام هداتين كالي أتلو عن أخريه ما شيء حرم أو حارنتي ربكم ربيون أو حارنتي عليكم كركين أو كحارنتي وحي ربي جين كرتين أو كحارنتي أنا إذن أخريها كالي أنا إذن شاك إلهي وحو حارنتي وامعي أن لا تشركوا إنا نبقى شريكيالي به إستغى شيئا شيئا نبقى شريكيالي شركة سوال لحارنتي وكو وبالوالدين إحسانا وأن تحصروا إلى أسمه فشان بالوالدين والميس إنا أسمه فشان إحسانا سمنفل إنا أسمه فشان كاسي إلهي فريو إحسانك سؤال لغتها وعلمك حارنتي ولا تقتلوا هدلنا أولادكم أولاد هدلنا من إملاق وتعريري درك فقر درك هؤدلنا فقر درك أولادين هؤدلنا بالكاسب وعلمك حارنتي أوساك نورك هؤدلنا نحن أنك نرزقكم إذنك أنك إرزاقنا وإياهم أولادا أنك إرزاقنا إذنك وحن فقر أهان أولاد أودلنا أولاد إذنك مصروف إذنك مرحبا إذنك أنك إذن إرزاقنا إيقون أنك إرزاقنا ومرك إذنك وحسيني سان إرزاق على ليده عنيان إرزاق إلهي وقريب عنيان ولا تقربوها أدوانين الفواحشة وهي لها فاحشة فوش عن أدوانين ما شيء ظهرها مغضة ومنها فواحشة كمدعة وبنانك يا لها أدوانين وما شيء بطنا قرصونها أدوانين فواحشة وحي مغضة وحي كلب وحي هوسهان لو سمي وحي مغضة لو سمي لبضب وحاران وحي دونان بها أهادين وأتكعان وعيد ولا تأصلوا هدلين النفس النفس هدلين التي نفسي حرم الله إلهي أو حارنتي إلا بالحق حق ما يسكره هدلين إن حق لغوية وما أنتم أكس النفس ليس شيء ولو دلية دين كي كبحري ولو دلية ساس أفر ذلك مكينا لصوش هذي وإنت عيدا لغصوش هذي يوصاكم إلهي أو دردارمي بي كاسو إلى إذن دردارني لعلكم محاد مرنتين تعقلون إنا تعقل يا لكان أو بحسانته والله سبحانه وتعالى أعلم.